لا لا السلام عليكم يا احلى عالم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ رجعنا لكم بتحدي جديد. هذا التحدي كتير خطير. اليوم التحدي رح يكون ناكل يد مدتين، ورح تكون في مده مين رح يسبق الثاني، والعقوبه رح تكون يا محمد عن طريق دولاب حاص. جاهز؟ جاهز حبايبي. بس قبل ما نبلش الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. حبايبي بشكر كتير تفاعلكم في الفيديوهات الماضية اللي سويناها، وان شاء الله نكون فيديوهات الجاي تكون احسن ويكون فيها تفاعل اكبر. خلونا نبشر الفيديو. حبايبي مثل ما لكم شايفين عنا علبة فاضية، ورقتين، ايد وحدة وايدتين. ايدتين رح نحطهم في العلبة، رح نغمض عيوننا ونخربط، وشو بيطلع لكل واحد رح يكون قدامه كمان طبقين، كل واحد طبق رح يفتح الطبق ويباشر التحدي فيه ويكون عدد الثواني جاهز. خلوكم معنا، خلينا نباشر التحدي. يا جماعة مثل ما لكم شايفين عجلة الحظ وين موجودة، وهلا قدامنا طبقين، كل واحد فيه قدامه طبق ما بنعرف شو هو. رح نشوف شلون رح يصير الأكل بإيد أو بإيدتين. هلا قدامنا هي العلبة الموجود فيها الورقتين، رح نخربط. يا الله ايد واحدة ايدتين المنحوس. شايفين عجلة الحظ شو موجود فيها؟ خلينا نشيلها هي من قدامكم مشان تشوفوا. بصل، تمام، ليمون بقشرة، تمام، وعصير مخلل. هلا مشان نختار بين الطبقين، حجر ورق مقص. جاهز؟ حجر ورق مقص، 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 حجر ورق مقص. اليوم قررنا نبدلها. حجر ورق مقص، تفضل اختار. أنا بدي طيب نختار هذا، أرفع شم. يس أكثر منك أنا؟ أنت أكثر مني إيش؟ نطول أكثر. هلا رح نجهز مؤقت الثواني. مسموح تشرب مي؟ ما أول تحدي مسموح تشرب. مسموح مسموح. شكرا لكرم أخلاقك. اللي بيسبق الثاني رح يكون الفائز، والخاسر رح يختار بعجلة الحظ نوع العقاب. جاهز؟ جاهز. واحد، اثنين، ثلاثة. هلا خسرتني. ماشي، اسألك سؤال قبل ما نكمل. شلون انبلعوا معك؟ الوضع فيديوهات انبلعوا. هلا يا جماعة، قطعة، قطعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. أنا من أصل 10 قطع أكل 5 قطع. 10 قطع كان عندي قطعة زيادة. إيه. محمد، قطعة، قطعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وشقفة. من أصل 9 قطع أكل 3 قطع ونص، مزبوط؟ إيه. يعني العقوبة إلك. وصلت الفكرة؟ تفضلوا يا رب. تفضل استاذ محمد، تفضل حبيب القلب. بايدي لعاقب حالي مو؟ طبعا، عشان تحس بهيك باللذة. ايوه فهمت عليك. شو حابب يطلع لك اول جولة؟ خلي البصل اخلص منه. خذي تعال مرة ثانية. اذا بدي اخسر كم مرة بدي اخسر؟ ان شاء الله انا كل الفيديو بدي اخسر يا حبيبي. أول مرة بيجي شي على الطلب، أول مرة. أنت عن جد دمعت عيوني. هاي البصل هون؟ طبعا كمية بصل بتكفي صعم فول. هاي البصل هون، تفضل حبيب القلب. كل. أنا باكل شقفة. كاملة. لا لا، قلنا شقفة. يا محمد شقفة هي شقفة شلون شقفة؟ شقفة يعني هيك حز.
يعني هلا انا بجوز انا اطلع لي بدي اكلها كامله انا. لا مو كامله اكيد مو كامله ولا باحلامك يعني. والله بنام على الطاوله. خلص باكل هي باكل هي. كبرها ما بصير. يا جماعه انتم بترضوا هيك ياكله؟ محمد كامله يا جماعه والله هي صغيره والله في بقلبها كمان طلعت شوف في بقلبها. اوه ماي جاد. لا تجور على حالك يا اخوان. بس ترجم له لا تجور بعد اذنك. طب ها هي اكبر. مستقل نص ما ما لا هاي محمد ما بس طلع النص كهنه هذا هو. هلا هاي كلها بدها تطعمين اياها سمي بسم الله اجيب لك رغيف خبز اهرق هلا اذا بتقهرنا اكثر كذا كذا هيك ما بتعاق هيك ما بقهرق ان شاء الله عبين عصير مخلل والليمون. الجولة الأولى خلصت، خلونا على الجولة الثانية. هلا يا جماعة بعد ما خسر محمد أول جولة، الجولة الثانية خلينا نباشر. كأني هيك على الأولى وقلت فرحان كثير. البرا طبعاً جوات العلبة. دورك. دوري؟ دورك، أي أنا فتحت لك العلبة ولو ولو أقل منا. واضح بتقول لي شايفه طلع ما عم بغش خلونا نشوف شو محضر لنا المخرج يا جماعه جهزوا لنا كاسات المي انا اطلع لي ايد وحده رح ناكل الشيبس بايد وحده وانت جهز انت بقى خلينا نجهز ساعه الوقت صفر معنا دقيقه راح تجيب امو شو زبوني في بعض وينك يا جماعه الدقيقه خلصت لسه الكيس فيه عشان نعرف مين تاكل كميه اكبر من الثاني هذا كيس هذا كيسك يا جماعه هلا عندنا هذا الصحن فاضي راح نشوف الكمية كل واحد اللي أكلها أنا هاي الكمية اللي أكلتها وهي الكمية اللي بقيت أكلت كمية من الصحن من الكيس وهي الكمية اللي بقيت صح كيس محمد أوه كيسك مبين ملان لك وين ملان؟ أنا صنص من كيسك هذا هو كمية أقل كمية أقل طلعوا كمية محمد أكبر من كميتي كمية لا محمد مبينة لا متعرف مشي لا تفضل محمد التحدي العقاب بحب اقدم شكري لهالقناة الحلوة اللي كل فيديو عم بتخورفني بعقوبات وهلا بنشوف ايش يطلع لنا انا وحظي تفضل حبيبي اللي محسسني بصل قوي يا رب الحمد لله هالفيديو ان شاء الله ما اتعاقب فيه شيء انا ابدا انت بس اخترت شيء في اكل انا خسرت على السريع ليمون بقشره ليمون بقشره فرجينا المتابعين ليمون بقشره بس شردك خلصها كلها هي جبت لك نص ليمونه ها ليمون نص ليمونه يا جماعه طبعا في عنا عنده واحد تحت عم بصيح من برا كمان حابب يجي على القناة جاهزين تشوفوا؟ واحد اثنين ثلاثة حقل تجارب أنا عشان ما لازم تقول حطها هون محمد احكي لنا شعورك وانت عم تاكل ليمونه الليمونه از كويسه عرفت شلون؟ بس فيها شوي حرقه عرفت شلون؟ شوي حمضيه
وبتحس حالك بس هيك شوي يعني بدك تستفرغ يعني بس يا جماعة وشكرا. طالما بيص يعني طالما قول السؤال تاني. حلوة حلوة يا جماعة، بس ملاحظين انه محمد دايما بيخسر في التحديات. ايه هو اساسا هذا اللي بده اياه، مكيف علي هو عم يشوفني عم بتلزز فيني. خلونا نروح على الجولة اللي بعدها يا جماعة، جينا على المرحلة الثالثة. الله يجيرنا. العلبة الورقتين يا رب. ايد واحدة ايد تين. تفضل حبيبي. نشوف يا جماعة مثل ما تكون شايفين مارشميلو الي ومارشميلو لمحمد. ايد واحدة، انا ايد استخدم ها ايد واحدة كمان لان فتح معي الكيس اليوم. انا ايد استخدم اليمين طبعا لان اليسار ما عمله حطه. طيب مو ده اكون جهز حالي؟ ابدا حطه. خسرنا من اوله. قول يا واحد اثنين ثلاثة. انت النور في شيء؟ ما لا شيء يعني؟ لا كيف خلط أبلك أنا؟ والله كيف خلط أبلك؟ إيش أنا أتمي تما؟ ما توقعت إن أربحها نهائيا هاي، لأني هم بالأكل أنا بطيء وإيد وحدة بس. ربك ربك. خلينا نجرب عجلة الحظ. قول يا رب. إن شاء الله طلع لك بصل. وشوف بدك تاكل الحز كله؟ وإذا أكلته؟ الله بنشوف. بس أنت مشنس. ما بشرب كاسة كاملة. الموجود بدك تشربه. هلا أنت أعطيتني نص ليمون قلت لك ما باكل نص ليمونة؟ بس عفوا أنت جبت لك بصل بدك تاكل البصل كله، أخذت نص الفرم يعني. سابع عدد. انت جبت لي بصله خرجي نعمل عليها منسف فول. تمام سابع عدد. انت اخذت من ربع البصله اخذت النص. تمام نص كاسه. بعد الحلو وهالشغله نصها هيها. نصها هي اساسا نص. هي اساسا نص يا عبد الله. هي اساسا نص. بدك تشرب ربع يعني؟ اللهم لا شماتي ربك. اسمع مني نصيحة، سكر أفك وكرعة واحدة. ما المشكلة في الريحة؟ هي ما فيها ريحة. هو المشكلة بنع معك لأني إذا ما سددت أنفك ممكن تطلع منه. يلا شجعوه يا جماعة خليه يشربها. إيه 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 الله يقويك الله يقويك يا عيني عليك. وحش وحش عبد الله وحش وحش. هلا بقى وصف لي شعورك. راح تندم عليها. طب بس وصف لي شعورك لموت. راح تندم عليها. خليتني اشرب نص. ما هو انا ندمان موتنا جيت لعندك. الجولة الرابعة. ربك. تفضل حبيبي. دورة. عفوا. هاي. أنا متفائل بالإيد الوحدة ما بعرف ليش بس لأني عم بربح فيها. هلا بدنا نشوف بقى شو راح يطلع لنا. يا جماعة مثل ما تكون شايفين قدامنا خمس كيكات مسكرين، خمس كيكات عند محمد وخمس كيكات عندي. المقصد هون محمد بهالدقيقة مين بيسبق الثاني؟ تمام. هلا هو الفكره مو انه قصه مين بيسبق الثاني، الفكره انه شلون بدك تنفتح الكيكه بايد وحده. مشكلتك. ابدا. يا جماعه خلونا نباشر اول شيء نجهز الوقت.
صفر واحد اثنين ثلاثة. وهيك حبايبي حابة اقول لكم عقوبي عقوبي مخلل يا بصر انا متاكد يا رب. تفضل حبيبي تفضل الله شوفوا تفضل شو بدي اتبهدل وتمسح بكرامتي الارض. الله شوفوا ان شاء الله يطلع لك بصل وتاكل ربع بصله كامله. كبير كبير الله كبير. البصل موجود. عم بحكي عصير مخلل. وين بدك اياه؟ يا بصل بصل مو عصير مخلل. انا شايف عصير مخلل بالاول دمك خفيف حبيته بس لا تعيده. لا 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 طبعا لا 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 شو لا تاكله كامل. كلك لا هيك معك مزح طاولة عادي. سد انفك وغمض عيونك ومسوك بس القرن معض. اه عم تساي مثل المخلل. تفضل حبيبي ان شاء الله صحتين وهنا. لازم الواحد يقوي قلبه. ايه تفاح ايش احساسها في الطعم؟ رائع ما؟ انا عم بعطيك شغله ترجع عندي فيها. تفاح تفاح اكلت بصل لشهر لقدام. المرحله الخامسه والاخيره. جاهز محمد؟ جاهز وامري لله. هلا تنتين عليهم اكس شو بدي اعرفها؟ تفضل. ايدتين ايد وحدة بس المشكلة ما في تمين. كل واحد راح يشرب كاستين. طبعا المدة كالاتي. المؤقت صفر واحد اثنين عملك ايدك صحيح ايدتين اجي يفيدوني ثلاثة. ثلاثين ثانية. محمد خلص كاستف. وين ما حسنت كتير تغلبت. شو احساسك وانت رح تحطها على الطاولة؟ يا جماعة بس ما يطلع لي المخلل. مخلل لا. راسي صار يوجعني بعد هالاكل كله. بصل هي البصل. يلا امرك لله. شايف قدي انا هيك كويس وحباه. يا عيني عليك. شلون طعم؟ تفاح تفاح عالموت. ايوه ايوه لك يا مشان تحس اللي انا كنت عم احس فيه. يا جماعة الخير هيك نكون وصلنا لنهاية التحدي. هلا وصح انا خسران بس حاسس من متعة الانتقام كله لانه طعمان البصل. انا ما توقعت هيك يعني هو صح انا خسران بس بنهايه الفيديو هيك
تسترز يعني عرفت شو؟ أنا كان أتمنى يطلع لي الليمون، إنه الليمون يعني شوي إنه بيتاكل. لا بصل أحسن وأوجب. حبايبي إذا حبيتوا الفيديو تبعنا لليوم لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. الفيديو لـ500 لايك. هذيك المرة طلبنا منهم ما وصلوا. بيوصلوا هالمرة رح يوصلوا. بتوصلوا مو؟ بوصلوا. حبايبي 500 لايك وانتوا قدها. سلام.